السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأكارم، ونبارك لكم هذه الأيام ذكرى ولادة النبي الأعظم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش هذه الأيام، حري بنا أن نقف وقفة تأمل أمام هذا الكيان الضخم الذي عبر عنه القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحري بنا أن نقتفي من النبي وأن يكون في نفوسنا وفي سلوكنا شيء من رسول الله صلى الله عليه وآله. فضاءات التعامل والتعاطي مع النبي محمد بوصفه نصا، بوصفه سلوكا، بوصفه فعلا وتقريرا، نقف عندها إن شاء الله تعالى لساعة من الوقت، نحاول أن نبحر في البحر الزاخر، بحر محمد صلى الله عليه وآله، الذي لعله هو كبير بيننا وبين العطاء المحمدي، كما يشير الإمام علي في حديث له: كان رسول الله صلى الله عليه وآله مكفرا لا يشكر معروفه. فنعمة وجود النبي صلى الله عليه، تصوروا معي لو أن النبي محمد صلى الله عليه ليس موجودا في هذه الدنيا وفي هذا العالم، كيف سيكون شكل العالم؟ نحاول أن نقف إن شاء الله تعالى ضمن هذه المحاور وغيرها في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، بضيافة كلهم جناب الدكتور رحيم الساعدي الباحث والأكاديمي. حياك الله دكتور رحيم، مرحبا بك دكتور. ونبارك لك هذه الذكرى. وكذلك معنا جناب الدكتور أحمد صابر الباحث الأكاديمي. حياك الله دكتور أحمد، حياك الله، بارك لك ولاة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. حياك الله وحيا ضيفك والمشاهدين. حياك الله دكتور رحيم. أبدأ مع حضرتك وفضاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، فضاء يعني يتسع إلى الحد الذي لعله يضيق بنا الحديث لأنه متسع، يعني لأن الكلام عن النبي هو كلام من أينما أتيت إلى النبي نظرت له بوصفه جوهرة أشبه بالجوهرة النبي صلى الله عليه وسلم. من وجهة نظرك جناب الدكتور، اليوم الظرف الذي نعيشه مع تعالي منطق اللذة، تعالي منطق التسليع البشري، تسليع الإنسان، تسليع المعنى، ما الذي نفيده من النبي صلى الله عليه وآله لمواجهة هذه الإشكالية الكبيرة التي يمر بها المجتمع عموما؟ لكم المحبة، وعظم الله لكم المحبة والسلام بهذه الذكرى العطرة. كما وصفته أنت بأنه وجود ضخم عليه سلام الله، نبي الرحمة. استرعى انتباهي قبل الحديث قضية أنه كيف يمكن لنا العيش بدون هذا الوجود الضخم، وجواب فعلا هو مجرد النظر إلى صورة قريش في ذلك الوقت سنشعر تماما بأنه كان وقتا مظلما جدا، كان مخيفا جدا، يعني في بداوة عصبية كبيرة. ما قبل رسول الله ليس كما بعده، ولكن بتدقيق قليل أنه نحن كنا نطمح للأكثر، يعني مع مجيء هذه الرحمة وهذه وهذا الوجود الرحماني كان يمكن للعالم أن يكون أكثر تماسك وقوة وعقلانية، لكنه وجهة نظر تطرح في مكان آخر. العالم وفق تصوري يسير ب صورة العبثية منذ قديم الزمان. يعني اليوم يعني عفوا جناب دكتور، العالم آنذاك فلنقل أو المجتمع في لحظة وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان منمطا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قيده في السلوك في التحرك، أبداً لذلك لم أبدا إشارة إلى قولك لا لا كنا نطمح أن ما بعده ما قبله كان عبارة عن أمة وبيئة محطمة، وما بعده مع وجود الرسول وهذا الوجود الضخم كان يتوجب أن تتعدل المناهج ويصبح العالم مختلفا وأكثر سكون وهدوء ورحمة وسلام. لكنه مشاكل التداخل السياسي كانت حادة جدا بالنسبة للحضارات، ووصلنا إلى هذا. أنا ذا استعرضت طول القضية، يعني ظهر نبي الرحمة قاد المجتمع إلى نوع من الرحمة والسكينة، عدل بوصلة مجتمع سيء جدا وجامد جدا.
ما بعدها حدثت مشاكل تتعلق بالسياسة. ما نقول إمامة لكن خليني أقول سياسة. نصل إلى مرحلة أنه تحولت القضية إلى قضية كما تفضلت سلعية، يعني إذا نظرنا إلى الحضارة يمكن المراحل اللي بعده هي مراحل كانت فيها نوع من المادة أكثر من القيم، نوع من التكاثر، نوع من الجغرافيا السياسية، جانب الجيوستراتيجي أكثر من القيمة. وإذا نظرنا إلى الرسول الأكرم كان يحث على مسألة التعايش مع الآخر بالقيمة. هو يسمى وفق العرف الأوروبي الغربي الفاتح الرحيم، لا يوجد من يقوم بهداية الناس بطريقة أقل تكلفة سوى الرسول الأكرم. السلع السلعية أو الجانب السلعي اليوم الذي نعيشه أعتقد إن يعني الحديث عنه في مسألة أخرى، لكن هو العالم يتطور. كيف يمكن لهذه الخصوبة التي غيرت بيئة وغيرت أمم وحضارات في ذلك الوقت أن تقوم بدورها وتغير الآن؟ هذا ربما نجيب عنه في نقطة التحول. جناب الدكتور سأعود إليك جناب الدكتور، نقطة التحول التي أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم، أود أن تحدثني عن هذه الانعطافة التاريخية التي أحدثها والتي وسمتها الزهراء عليه السلام، كنتم على شفا حفرة من النار بعد اللتية والتي فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. وهذه النقطة، هل اليوم نحن يعني بإمكاننا أن نحدث نقطة تحول أخرى بالإفادة من النبي والعودة إلى العصر النبوي؟ سأعود إليك جناب الدكتور. جناب الدكتور أحمد حياك الله من جديد. والفضاء القرآني أعطانا ترسيمة لشخصية النبي الأعظم محمد، أود أن أقف مع حضرتك ضمن هذا المحور وضمن دائرة النصوص القرآنية كثيرة التي تحدثت عن النبي، تارة على مستوى التفاضل يذكر النبي ويذكر أنبياء آخرين، الصياغة اللغوية في إيراده للنبي محمد والأنبياء الآخرين تدلنا على أشياء كثيرة، نصوص أخرى أيضا فيها جانب تربوي، التأدب مع النبي، جانب الأسوة. يعني من أين وددت أن يعني أن تقف وتبدأ؟ فتفضل. أحسنتم، أكرر لك التحية ولضيفك وللمشاهدين، ونبارك لصاحب العصر والزمان وللأمة الإسلامية جمعاء وللأمة الإنسانية جمعاء ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة قبل الخوض كيف عرض لنا القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا العرض يعني بعد الإشارة إلى آية أو آيتين، ما المطلوب من المتلقي تجاه هذا العرض؟ يعني القرآن عندما عرض لنا سير الأمم من آدم إلى رسول الله، الأدعى بالمتلقي يعتبر أم ينكر؟ هو يعتبر أكيد، أنه في قصصهم لا عبرة، هذه المغزى. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكد هذه المسألة وقال هذه السنن الماضية تجري عليكم تنبيه. هذا ضوء أحمر. الآن نريد أن نبين كيف قدم لنا القرآن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بأي طريق، بأي أسلوب، بأي لغة. أول نص عجيب غريب يذكره لنا القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى قد ذم المن، قال ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من يأتي إلى الرسول؟ لقد من الله على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. المسألة عندما وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، في قراءة أخرى عبر الدكتور للمداخلة يعني هي للفائدة، في قراءة أخرى من أنفسهم يعني من أطهرهم، من النفاسة، من الفرادة، وهو هذا طبعا هذا أقرب، طبعا هو هذا أقرب للواقع. الله سبحانه وتعالى عندما يقدم لهذه الأمة النبي بهذه الصورة، بصورة المن، يعني ما المطلوب من المتلقي؟ المطلوب من المتلقي أن يصل إلى نوعية تليق بهذا النبي المبعث، ولا سيما إحنا مو بعصر النزول،
احنا مو بعصر نزول القرآن او عصر بداية البعثة، الان احنا في عصر تقريبا يعني عصور المفروض احنا وصلنا تنزيل وتأويل و والى اخره. بعد القرآن كيف يعرض للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ في كل الأنبياء، مع كل الأنبياء، يعني مثلا يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا، يقول أخاهم، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، يذكر النبي بصفة الانتماء إلى قومه. إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكره القرآن إلا بصفته الخاصة بمعزل عن قومه، وهذا فرادة عن سائر الأنبياء، هذه فرادة. يعني الأنبياء عندما يذكرون ينسبون إلى أقوامهم، عندما يأتي الخطاب إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا ينادى بيا أيها النبي، يا أيها الرسول. بعد القرآن عندما يعرض للأنبياء إلى صفة العبودية، عبدنا إبراهيم، عبدنا، واذكر عبدنا إسماعيل، واذكر عبدنا كذا، لكن عندما يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة يقدم التسبيح والتحميد كفرادة للنبي صلى الله عليه وآله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تحميد وتسبيح لأنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك القرآن عرض لنا نبيا بمستوى. دكتور، الأمارة في ذلك، يعني الوصول إلى الغاية القصدية، ما الأمارة في أن يختلف الأسلوب والتعاطي مع في الخطاب الإلهي للنبي محمد والأنبياء الآخر؟ هو لا شك بيان قيمة وقدسية، من جهة الانتماء والمسؤولية تجاه النبي ضمن هذه الجزئية، من ضمن الانتماء، يعني هذه حجة مبالغ فيها من الله، يعني الله سبحانه وتعالى وجه لنا حجة دامغة، مو لله الحجة البالغة. وهذا وين نلقى أنه الله عندما يخاطب أهل الكتاب، خو أهل الكتاب بالإنجيل بالتوراة، لكن بالقرآن هنالك إشارة يعني فيها لفتة عجيبة غريبة. يقول يا أهل الكتاب لقد جاءكم رسولنا، جاءكم رسولنا، زين هذا ما المغزى؟ هسه احنا نريد نقول المغزى، المتلقي، وظيفة المتلقي تجاه هذه العظمة وهذه الفرادة. هذا التعبير لم يرد مع أي نبي، إنه لقد يا أهل الكتاب لقد جاءكم رسولنا. هذا أدعى علماً، رسولنا البين، رسولنا العظيم، رسولنا المذكور في الكتب، رسولنا المعرف، ورسولنا جهة الانتساب لنا، الانتساب. وبعدين رسولنا آني، هذه يعني هذه آخر وأعظم حجة بالغة أقدمها للبشرية، إن كان أهل الكتاب وإن كان قريش وإن كان نحن. هذا الأدعى أن نتعامل مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعرفة، بوعي، بتدبر، يعني هذه العظمة جاءت لنا نعم لتتمم مكارم الأخلاق، ولكن جاءت لتبني أو لتبني إنسانا نوعيا، إنسانا معرفيا، إنسانا بناء في مجتمعه. لماذا؟ لأنه ينتمي إلى هذا الثقل اللي يصفه القرآن الكريم، ومحسوب إلى هذه العظمة وهذه الفرادة. طيب دكتور، عذرا، يعني فضاءات أخرى سأستمع إليك ضمن دائرة شخصية النبي من منظور قرآني، وأود حقيقة أن يعني نقف عند دائرة وحدانية السلطة، إنجاز التعبير بهذا الشكل، حينما يشير القرآن لتؤمنوا بالله ورسوله، ويتحدث عن اثنين بحسب الظاهر، لتؤمنوا بالله واحد ورسوله، وتوقروه وتعزروه وتسبحوه. عود الضمير سأعود إليك إن شاء الله، هو ضمير واحد يعود لمن؟ لله أم للرسول؟ سأعود إليك جناب الدكتور. دكتور رحيم، نقطة الانعطاف التاريخية التي أحدثها النبي، نقطة التحول من مجتمع جاهلي يسوده منطق الماديات إلى مجتمع آخر ارتقى فيه مستوى المعنى
في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله آنذاك واليوم، هل بإمكاننا أن نحدث هذا التغيير من المادة إلى المعنى؟ هذا مستوى التسليع اليوم الكل ينبغي له قيمة وثمن، إلا الإنسان، إلا المعنى أصبح مغيبا. يعني إحنا ما نحن الآن فيه هذه العطافة، يعني أن يولد هذا الوجود الضخم أعتقد بأنه هذا المشروع. المشروع هي مو قضية محلية، يعني مو مسألة محلية أنه أنا أتعامل مع قضية محلية أو حتى قضية دولة. لا، هذه قضية إنسانية عامة. فيخرج لنا مثلا ولادة هذا الكيان الضخم في هذا اليوم هو عبارة عن خاتم للمشروع الإلهي. طبعا أنا ما أريد أسحف إلى مسألة هل هناك آدم قبل هذا الآدم عليه السلام أو، لكن أنا أفهم طبعا أنا مو مع هذه القضية، لأنه لو كان هناك آدم لكان هناك محمد آخر وعلي لكنه أنا مع قضية أنه هذا الوجود أفهم كما هو. فولادة النبي الأكرم هو عبارة عن مشروع الإلهي، يعني يرسل الله ولا أكبر من الله شيء. يرسل، خلي أقولها بهذه الطريقة ولو هي صعبة علي، أنه يرسل وسيلة. أنا ما أقول أداة، لا، وسيلة. يعني حتى الأداة هو القرآن. يعني مرات نسألهم أنه من هو الأهم، النبي أم القرآن؟ يجيب الطلبة الدكتوراه بأنه القرآن. هذا يعني نوع من القدسية، ما يعرفون بأنه القرآن جاء بمعية النبي. القرآن وسيلة أنزل، يعني علة ومعلول. النبي هو الأساس، ولذلك النبي أخذ مقاما عليا يعني هو حبيب الخالق سبحانه وتعالى. الوجود المشروع الإلهي، وجود هذه الولادة، هي الانعطافة اللي ظهرت في تغيير قريش وتغيير المنطقة. مو قريش صارت مو محلية، يعني مو شغلة عشيرة أنذر عشيرتك، لا، تحولت إلى أنه أنذر الحبشة، أنذر الرومان، أنذر الفرس، أنذر يعني الأممية صارت. ولذلك أنا أقول بأنه هو مؤمم عليه السلام الله النبي الأكرم كوجود في ذلك الوقت كزراعة لهذا الأمل. هو مو يتجاوز أخطاء الآخر، لا، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام كان كبيرا، نوح عليه السلام كان، يعني أنا أعطيهم مرات صفات خاصة أنه هو نبي التطهير، مطهر للأرض، قضية كونية يعني. وإبراهيم عليه السلام هو الواضع للقواعد، وإلى اليوم نحن نعيش بقواعد إبراهيم عليه السلام. موسى عليه السلام المقاتل المجاهد في دفع الظلم وبشراسة جدا. النبي عليه السلام كان نقطة التحول في ذلك الوقت، مجرد ظهوره نقطة التحول. اليوم طبعا وفق توجهي ووجهة نظري هي توجد في الأمل المستقبلي الذي أشار له النبي الأكرم، في الموعود، في الأمل المستقبلي. هذا الأمل دائما أقولها، لو كنت لا تؤمن بهذا الوجود الانتظاري المستقبلي الموعود، لو كنت لا تؤمن لقال لك علم النفس اجعله دافع حتى تؤمن، لكن هو موجود، هو وجوده يعني بالضبط أقيسها بقضية الخالق سبحانه وتعالى. اللي يذكرها المعري بأنه قال المنجم والطبيب كلاهما أن لا إله فقلت ذاك إليكما، إن كان كذا فإن كان فالخسار عليكما. الصورة أنه أنا جاي أفعل شيء حسن جميل جدا، أأمر بالمعروف، أفعل الخير، ما أسوي شغلا مزيان. إذا لقيت الله فشيء جيد، هذا طبعا منهج وإن كان بسيط، لكن إذا لقيت الخالق سبحانه وتعالى فشيء جيد، ما مسوي شيء خطأ. إذا طيب هذا لا يتعرض مع قضية ثبات الإيمان، قول الثابت في، لا أنا قصدت للآخر الترديد. إذا أنت وجدت أنه الله موجود هناك وأنت غير مؤمن به، هذا مشكلة يعني. هذا ترى حتواجه مشكلة، أما أنا ما أواجه مشكلة. هذا أقيسها على الموعود المستقبلي، وأقيسها حتى على أبو طالب كقياس يعني. أنا قاعد أتحدث عن الفضيلة اليوم، وأنت تردد السلعية اليوم، وهذا جنب يعني فعلا هذه قضية متدهورة اليوم. من لغة العصر، من الذي يعيد لنا؟ هل انتهت هي المسألة هذه؟ المشكلة بالنص مفقود. أنا دائما أقول بأنه لو أن موسى عليه السلام لم يمسس فرعون في المسألة السياسية
ما كان سوى له شيء، قال انت تريد تصير نبي، تريد تصير زعيم الانبياء، ما هذا. لكن القضيه انه الدين دائما يتدخل في السياسه. اليوم على هذا المستوى انه احنا مشكلتنا انه ما قاعدين ننشر النص الديني وفق كونه يريد يصلح المجتمع. احنا جايين نعمل في السياسه، نغرق في السياسه وما ننشر النص الديني اللي هو عباره عن كابح، عباره عن اداه توقف خطل المجتمعات، عباره عن تأخير للسوء كما يشير سيد محمد باقر الصدر، تأخير للذة. تأخير السوء موجودة في منهج صغير عند النبي الأكرم، أنت إذا غضبت اقعد، وإذا أنت جالس تمدد. سلوك عملي، نعم. هذا عبارة عن التطبيق اللي تحدثنا مع جناب الدكتور جنابك قبل قليل في العملي. العملي يوجد عند النبي أكثر. اليوم وين العملي؟ العملي يصطدم مع تراكض للحضارة. الحضارة تتراكض بطريقة كبيرة. دكتور دعني أستوقفك هنا يعني وأعطيك الفرصة إن شاء الله تعالى في دائرة الأسوة التي صنعها النبي، الأثر الذي أحدثه النبي، هل انتهج النبي نهجا ينتمي إلى جانب التأمل والتفكير والفلسفة، أم أنه خاطب الناس بطريق آخر، بطريق يعني يلج إلى القلوب بأيسر الطرق، قضية تتعلق بالجانب العملي؟ يعني أود أن أقف عند الذي انماز به النبي في دائرة الدعوة. سأعود إليك دكتور أحمد، فضاءات أخرى ضمن النص القرآني وتحديدا هذا النص الذي تفضل. أحسن قبل النص أنت يعني حتى يصير الكلام موصول في جانب السلع أو في جانب العرض النبوي أو في جانب يعني أشار جناب الدكتور إلى قضية مهمة جدا وهو أن النبي خلقت معه هويات أخر. هذه الهويات ما سمحت للنبي أن يعرض عرضا إنسانيا شاملا، يعني سوقت النبي بحسب رؤاها الأيديولوجية التي تنتمي إليها. ولذلك هناك التفاتة لبرنارد شو. هذا عنده، شوف الإنسان، أي إنسان تريد يصل إلى حقيقة ناصعة اذهب إلى المحايد. يعني أنت، إحنا الآن الإسلام قد أنا أفسره ب يعني معرفة معينة، والآخر يفسره في ضوء معرفة معينة. شوف هنالك التفاتة لهذا العالم أو لهذا المثقف الإنجليزي، يقول اللي يعني جعلني ألتفت إلى رسول الله، إلى هو يسميه محمد، إنه ما عرض نفسه بالإجبار بأنه هو الوسيلة إلى الله، مو بالإجبار، يعني عرض نفسه عرض كأنما يعني تقبل أو ترفض، خلص مو أنا ومن بعد الطوفان. ولذلك هو يذكر التعايش السلمي اللي كان يعني مصاحب لرسول الله، وبآخر كلامه يقول أنا أتنبأ لكم أن محمدا يعني وأسلوبه ومنهجه كفيل بحل جميع مشكلات أوروبا. هسه هذا الانطلاقة هو هذا مو ذوق عاطفي أو ذوق مثلا أو ينتمي إلى جهة أو مؤدلج من جهة، بس من إجا يعني من دون حكم مسبق، من إجا قرأ النبي. إحنا الآن نريد نقدمه أو نريد نسوق النبي أو نريد إحنا أين مكاننا من 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 هذه الحضارات، مع العلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلق العرب من لا شيء وجعلهم حضارة يعني تقابل حضارة الفرس وحضارة الروم. يعني هاي الهوية، للأسف هاي الهوية يعني احنا ما صدرناها بوصفها هوية محمدية نقية، لا، شابها الكثير للأسف، شابها القراءة المعرفية في ضوء حكم مسبق، نعم، شابها عرض سيرة النبي بمعزل عن القرآن. يعني احنا سوقنا لأوروبا، سوقنا بأنه نبينا يقتل أسرى، نبينا يطرد أعمى، نبينا ضال وجدك ضالا فهدى، نبينا إنسان يعني يجوز يختلف عن سائر الإنسانية بوصفه الصادق الأمين فقط، وإلا يعني في مجالات أخر. لذلك إذا أردنا أن نكون صادقين منصفين، أن نذوب جميع الهوية أو الهويات
في هوية محمد وآل محمد وما جاء به محمد وآل محمد، لأنها حقيقة صادقة مطلقة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولذلك القرآن من يقول حزب الله هم الغالبون، هاي الهوية الوحيدة. وين حزب الله هم الغالبون؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. هؤلاء حزب الله، احنا لو سوقناهم كما سوقهم الله، احنا يعني ما الآن انشغلنا ب يعني نذوب الافكار والايديولوجيات. هي دائرة التسويق، هي دائرة يعني قد تكون يعني دائرة لاحقة، احنا ما زلنا في دائرة الوعي. هل يعني هل نعي حقا حق هؤلاء الثلة الطاهرة؟ احسنت. ثم ننتقل الى دائرة التسويق وان نصدرهم. انت كيف تسوق؟ انت الان ما تسوق نبي، يعني انا من جبت لك الشاهد لهذا المثقف، هذا من اجى قراءة من دون حكم مسبق. احنا نجي الان الى رسول الله بحكم مسبق. أنا أجي مو أجي أريد أبحث عن حقيقة حتى أسوق هذه الحقيقة. هناك فكرة أود أن يعني ألوي عنق النص لها، أسقط الرسول على فكرتي. ولذلك الآن أنت الآن أنا في أحد العلماء، أحد علماء أهل السنة أنا شفته بالفضائية يقول أنا بالمحاضرة والعالم قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يقول أنا بداخلي قلت له يا شيخ ما يوجد 1% انه الرسول مو هو اللي عبس الاعمى. قال لماذا؟ قال لان هذا يصير نفاق من النبي. قال كيف يصير نفاق من النبي؟ قال النبي يقول واما اليتيمه، القران يقول واما السائله فلا تنهر، عار عليك اذا فعلت عظيمه، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله. احنا قال لي يا جناب الشيخ يعني ما ممكن فد وسيله حتى لو نلتاف حول السيره التاريخيه. يقول طردني من القاعه وقال السيرة نص مقدس، انت كيف تتجاوز على النص المقدس؟ ولكن احنا لو رجعنا للنص المقدس، احنا القداسة للحديث النبوي بوصفه حديث، لو للسيرة لناقل السيرة منو القداسة؟ المن القداسة؟ خل أكمل احسن دكتور. لا بس اكمل. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اخر الزمان تأتي عليكم احاديث افكار. نعم. اخبار اعرضوها على القرآن. جميل، هو هذه الضابطة. أنا ما الضابطة اعرضوها على القرآن، وإذا رفض اعرضوها على عقولكم. لأن العقل النبي الفطرة. ولذلك إذا كان الحديث المقدس، الحديث المقدس يقول رسول الله يتنبأ بأنه كثرت علي الكذابة والوضاعة. فإحنا ليش نشنج من جانب النقد أو التنقية لحتى نسوق هوية نقية؟ أحسنت. الآن الأوروبيون جميعا يحكمون. نعم. حتى يعني يحكمون الآن بشيء واحد، شيء نظرية واحدة. عيسى يقول إذا ضربك شخص في هذا الخد أعطي له الخد الآخر. قيمة الأخلاق هي التي بشرت بها. نعم. المسيحية، ويعني انصاعت لها البشرية. دكتور، في سياق ما ذكرت النص القرآني يشير إلى هذا المعنى، يعني يشير إلى أنه ينبغي أن تكون الضابطة هي بالرجوع للنص القرآني. حتى إذا خرجوا من عندك في سورة محمد قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وهم كانوا يستمعون إلى رسول الله، كم من هؤلاء نقلوا لنا أحاديث؟ الله أعلم. إذن يعني أود من حضرتك بتقنيات لغوية، تقنيات تحليل لغوي، نقف عند بعض النصوص القرآنية لنسم النبي كما وسمه القرآن الكريم. سأعود إليك جناب الدكتور. دكتور، السلوك المحمدي في الدعوة، في التأثير في الآخر. أنا طبعا استرعى انتباهي أنه الخد أعطه الخد والكذا. عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى عليه السلام. لا، هذه عند عيسى عليه السلام هي أدري بها، بس لا. يعني على أوروبا إذا طبقتها. أنا صور أوروبا إتها مشكلة بالمعاني، يعني يبدو أنه الخد هو الإيدة والقضية تقلب. أرجع إلى مسألة أشار لها الدكتور. هذا اللي أشار للدكتور هذا طبعا، بس هذه أشار إلى قضية أنه سوء فهم النص يؤدي إلى مشاكل، وطبعا مشاكل يبنى عليها كيانات كثيرة جدا. أنا مع منهج أنه
نقوي المشتركات نضعف المختلفات. نعم. وهذا هو أفضل ما يمكن أن نسويه، نقوي المشتركات ونضعف المختلفات. ولا هذه قضية خطرة، إنه يعني أنا أسم الرسول، أنا اللي من عندي من بيئتي، أنا اللي هو قدوتي، أفهمه بطريقة خاطئة. إذن حق اللي يترجم له النص بطريقة أخرى يسيء الظن بي وينظر إليه بصورة أخرى. السؤال دكتور اللي هو دائرة السلوك، النبي حينما تعاطى مع الآخر أو تعاطى مع حتى الذي ينتمي إليه في دائرة الدعوة، النهج الذي انتهجه في دعوته لله عز وجل في دائرة انتهج يعني منهجا فيه جانب تأمل وفلسفة ويحتاج إلى وقفة وقراءة، أم القضية أخذت منحا آخر يعني وصل إلى مراده بأيسر الطرق؟ يعني احنا تحدثنا على عدد من المسائل وهي هذه جميلة جدا. الرسول صلى الله عليه يتعامل مع أناس، والأناس مو بمنهجه فقط، أو لديه الحدث جدا قوي، الحدث النبوي صادق 100%، والمشرط النبوي صادق، لكنه يتعامل مع هذه الفئة عن هذه الفئة باختلافات كثيرة. ولذلك لما نلقى تناقض يظهر، يعني ظهر أنه تناقض، ليس تناقض، لو علم ما في قلب كذا، هذا لا، هذا تعامل مع الآخر وفق قدرته وتحمله. والنبي ضخم جدا بهذه الصورة، يتعامل مع المفرد مثل ما يتعامل مع الإنسانية. صفتين سلام الله عليه لديه في شخصيته وفي سلوكه، وهذا ما يمكن أن يطلق على القرآن أيضا بتعبير الإمام علي. أنا قاعد أقيس بالمناسبة، يعني الإمام علي يقول أن في القرآن، أو يقال أن في نهج البلاغة أو في القرآن صفتين، إنه الشمول والبلاغة. نعم. شمول وبلاغة. هذه الخوارزمية لا يمكن لها أن تزور على مستوى القرآن وعلى مستوى نهج البلاغة. بمرور الوقت ما يجيك واحد، وحتى تفد خروقات الدكتور ربما أعلم بها مني، اللي هي واحد يريد يسوي لفت قرآن يعني وكذا، طلع فد شيء بارد جدا، يا ضفدع يعني، مو هذه الصورة. وما أدراك ما الضفدع. الصورة لا يمكن لها أن يعني ما تصمد أمامه. بالنسبة للنبي عليه السلام يتعامل بالمنهج العاطفي والعقلي بشكل عام. نعم. ويتعامل مع فئات مختلفة. نعم. أنا عندي نص إنه لولدي لمقتل ولدي هذا حرارة في قلوب المؤمنين. يعني لا يأتيني شخص ويقول بأنه العقل يمكن له أن يفهم قضية إنسان استشهد قبل 1400 سنة والآن هو يقود الجماهير وهناك 25-30 يعني التعقل هنا يتوقف. لا 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 ما يتوقف. نعم. لكنه لكل مقام مقال. هناك قول لعلي عليه السلام أنه سلوا القلوب، سلوا الرجال، أسألوا مودات الرجال، أسألوا القلوب عن مودات الرجال فإنها شواهد لا تقبل الرشا. أنا أحب الدكتور، شفته يعني مجرد الوهلة الأولى ارتحيت له، فلان ما ارتحيت له، ما أقدر أقول والله خلي أحبه وأدفع النفس فلوس وأشرب عصير حد، ما الرشي بهاي القضية. النبي عليه السلام يتعامل مع العاطفة ويتعامل مع العقل ويتعامل مع الحدس، طبعا أدوات معرفية. راح تسألني كيف، أقول لك بأنه يتعامل مع وحي جانب ميتافيزيقي، مع إسراء ومعراج، ويتعامل مع عقل الله جانب استراتيجي عنده. لا يوجد نبي فضلا عن قادة وزعماء وأمم، لا يوجد نبي قاد الأمة بهذه الطريقة بوسيلتين، البساطة والبلاغة الإدارية والبلاغة التنظيمية مثل النبي محمد صلى الله عليه، بحيث الناس تتقاتل وناس شيطانيين يعني في قريش ويتقاتلون على قضية إنه الحجر الأسود. أنا ما أدري ليش هم يحبون الحجر الأسود، يعني أطرح السؤال للعشيرة، لكنه الحجر الأسود نقل بطريقة أخاذ واستراتيجية فعالة جدا ووضعه بيده المباركة. فحتى أكمل هذا الدور وأنسى قضية إنه كيف يتعامل مع المسائل، يتعامل مع العاطفة حينما تكون عاطفة، والعقل حينما يكون عقل، ومع الحس حينما يكون حس،
إياكم وكذا خضراء دما مستقبل. زين، هل هو منهج نظري أم عملي؟ لا، هو تطبيقي. أشرنا مع بعضنا يعني نحن ثلاثة تحدثنا عن جنبه اللي التوثيقية، اللي إذا فيما بعد لو قيل بأنه الحديث خاطئ، لا، هو كان يذهب ليحتطب، يأخذ يجيب الحطب حتى يقول بأنه أنا لازم أشارك وياكم. الجنبة التطبيقية رائعة جدا، ولذلك الشواخص التطبيقية عندنا ما تزور، يعني ما يقال بأنه رأينا النبي في وضع خاطئ كذا، لا، لكنه النص، مشكلة النص زور، لأنه النص يبدو، وهذا مبحث آخر ما أريد أدخل به، النصوص أحيانا بيد شياطين، يعني والشياطين الأنس أقوى من شياطين الشيطان الأكبر أو شيطان عموما بشكل الإنسان بإمكانه كلوا كذا اذهبوا إلى كذا. والحديث غالبا كثير، آلاف من الأحاديث، بعضها موضوع، بعضها لا ضير أن يكون موضوع إذا كان يتعلق بمسألة مو حيوية، بعضها لا، مسألة حيوية تؤذي الأمة. مع هذا النص وصاحب النص يصمد، يعني اليوم انتجت مقومات ل يعني لنشوء نصوص مزيفه. دكتور، يعني دعني اطرح سؤال بطريقه اشكال، يعني كل ما تفضلت به يرى البعض انه القضيه ليس فيها، يعني عذرا لهذه العباره، ليس فيها فضل للنبي صلى الله عليه واله، هو اعداد السماء ولا يوجد ابتكار ذاتي له، كيف تجيب عن ذلك؟ سأعود إليك جناب الدكتور. دكتور أحمد، التقنيات التحليل اللغوي في الوقوف على النصوص القرآنية التي أعطتنا صورة وترسيمة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. أحسنتم. قبل هذا ودي أن أشير إلى حادثة لطيفة تبين استراتيجية الرسول في التعامل السياسي، يعني البعيد على مستوى النظر البعيد، وهذا للأسف يعني خاف على كثير. كان شيخ لليمن وكان حليف إلى قريش، ويقطع سمحت بالتكثير الوقت بدأ ينفذ، وأنا أود أن أقف عند زوايا ولكن هاي مهمة بها لطافة. ويعني تأذل المسلمون، يقطع الطريق ويقطع الجانب الاقتصادي، حتى يعني وصل بالرسول أن يسجد اللهم مكنني من فلان. وعندما بإعجاز تمكن منه يعني ثلاثة أيام يطعمه النبي وكذا وكذا ثم يعتقه، فيأتي المسلمون: يا رسول الله، هذا اللي احنا نقول استراتيجية، يا رسول الله قتل ومنع وكذا وانت سجدت، يا الله مكنني من فلان. قال انتظروا لحظات وعاد، قال الآن أنت نبي، هذا فعلك أنت نبي. يقول هذا قطع الطريق على قريش، حتى قريش جاءوا إلى الرسول بوساطات يعني الجانب الاقتصادي، هذا يعني لاستراتيجية الرسول. النص اللغوي، الفخر الرازي، احنا للأسف يعني التقنيات اللغوية حاكمة، يفترض أن تكون حاكمة، ولا سيما للمتبصر للواعي. الفخر الرازي يقول في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول طبعا بعد أن يحلل، يقول يعني هو يقول في تفسيره موجود، صدقا أقول، يقول أن هذه الآية كفيلة يعني بأن نترك جميع ما عدا هذه الآية، لأن صاحب هذه الآية يقول اتفق المفسرون أن الذي يعني أعطى من هو علي بن أبي طالب، والله يقول إنما وليكم، ولاية الله ليست عاطفة، ليست محبة، ليست ولاية يعني ممكن أن نتحكم، ولاية الله، ولاية المطلقة لله، وتنتقل إلى ولاية الرسول، ومن ثم تنتقل الولاية إلى هذا الشخص المقصود. ويقول إحنا بعد يعني البحث وجدنا أن هذا الشخص المقصود هو علي بن أبي طالب، فيقول من خلال النص لا يمكن أن يتأول إلى غير شيء إلى أن الولاية لصاحب هذا المقصود، هذا واحد. اثنين، قصة تقنيات، مثلا الله سبحانه وتعالى ويتصور المتلقي أنه قصر صفة الله هو الغني فقط، مثلا عندما تأتي القرآن: الله يغنيكم من فضله ورسوله، هذا العطف. وهذا العطف يعني أنت تعرف الواو يعني، وأنت مختص
تفيد المشاركة المطلقة، يعني لا بمدة ولا بمسافة ولا يعني هذا العطف ماذا يكسب النبي؟ إذا جاءوك واستغفر الله واستغفر الله واستغفر لهم الرسول، يعني الله سبحانه وتعالى يشترط حتى يغفر للذي يريد أن يغفر له أن يستغفر له الرسول. هذه الصلاحيات لا بد منها جناب الدكتور، هذه الصلاحيات بعود الضمير قبل قليل أنت أشرت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتجلى للبشر إلا من خلال وعاء، يعني هذا احنا نقول الريسيفر اللي يستلم من الله، هو لا يوجد أفضل من وعاء محمد وآل محمد، لذلك أكسبه تلك الصلاحيات. وهذه الصلاحيات ليست مبالغة، يعني الله يا من قهر عباده بالموت والفناء أوكل الموت إلى عزرائيل ملك، أخو هذه المهمة أو هذه الوظيفة هي لا تعطي مشاركة في الإلوهية مع هذا، حاشا، وإحنا هذا ما نقر به، ولكن هذا مقام، هذه فرادة، هذه قداسة. وإلا هذا التشكيل اللغوي وعود الضمير مرة بالإفراد وعود والألفاظ واستعمالها، يعني مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، يعني هذا تشكيل نص لغوي، أنا هذا كيف أقرأ؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صاحب هذه الفرادة، صاحب هذه العظمة، يهدد بهذا النص فما بلغت رسالته. احنا كدعوة انه هذه السلطة السلطة التي اكسبها الله الى رسوله، يعني لا اريد نتوصل الها من خلال النص، من خلال الالفاظ، من خلال التشكيل اللغوي، ما اعرف انت دكتور عندك دائرة التفاضل، عفوا، يعني جناب الدكتور اشار لقضية يعني في اثناء حديثه على قضية ان ايهما افضل، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ام القرآن الذي نزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. ضمن هذه الدائرة أنا استوقفني الحقيقة نص أود أن يعني تحلل لي ضمن هذه الدائرة، حينما يشير القرآن في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، في مستهل الآية جعلنا بينك ليس بينه، ثم بعد ذلك قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، في البدء أشار بكاف الخطاب والإشارة للنبي، وهنا أشار إلى هاء الغائب والإشارة للقرآن. هذه عملية المزج بين الضميرين، بين الخطاب والغائب، إلى ما يدل، إلى ما يشير؟ هذا يشير، أنت أعرف جناب، هذا أسلوب الالتفات دائما، أسلوب الالتفات ضمن هذا النص، أنا هو ضمن هذا النص، أسلوب الالتفات دائما يأتي لفصل أو بون شاسع بين المخاطب وبين المقصود. يعني أراد الله في هذا النص أن يكسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة بضمير المخاطب، بس من اللي يقترن بالسياق؟ يقترن اللي هم الصم والبكم والذين لا يفقهون. الله سبحانه وتعالى يعني تشريفا وقداسة ما أراد أن تشترك أو يشترك الخطاب، يعني الخطاب بينه وبين الرسول بكاف المخاطب، كأنما عدل عن هذا الخطاب بضمير الغائب. دكتور عفوا، إذا قرأت القرآن زين، هناك مقروء وهناك قارئ زين، في البدء كاف الخطاب إشارة للقارئ، إذا قرأت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وليس يفقهوك، يعني يفترض بحسب السياق المنطق اللغوي، يفترض للوهلة الأولى كان ينبغي أن يقول أن يفقهوك، لماذا عدل عن ذلك إلى يفقهوه؟ يعني هل في ذلك إشارة إلى عملية السنخية الواحدة بين يعني وما ينطق عن الهوى، إشارة إلى أن القرآن والنبي هو هذا واحد؟ كتابنا ينطق عليكم بالحق. لما يسأل الإمام الصادق عليه، الإمام الصادق يقول هذه الآية، نعم، يقول ما المقصود بهذه الآية؟ قال القرآن، قال هذا الكتاب ينطق. إذن لابد من سنخية، من سنخية، يعني من سنخ القرآن. القرآن، ولذلك كثير من الآيات رسول الله ولا تعجل بالقرآن قبل أن يلقى إليك وحيك، يعني هو القرآن بوصفه، القرآن على وضعه الآن لا يمكن أن يكون نص هداية إلا
بمحمد وآل محمد. لماذا؟ لأن يعني أنا أتخطر آية في سورة النساء قبل حتى ألتفت إليك هاي حتى دكتور أقل من نصف دقيقة أقل من ده. آية في سورة النساء 105 يقول يخاطب الرسول ولا تكن للخائنين خصيما. نعم هذا كيف نتعامل بها؟ ولا تكن خائن. فإحنا إذا ما أكو أهل للقرآن يأولون القرآن أو يضعون القرآن في مكانه الصحيح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى أختم إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. الآن إحنا ليش في ضلال؟ لأن إحنا مثل أرجع إلى نظام الهوية، إحنا خلقنا لأنفسنا هوية في التفسير في التأويل، هوية بديلة عن هوية النفس. دكتور رحيم، يعني النبي هو إعداد السماء بكله أم هناك ابتكارات ذاتية كانت للنبي فلنقل أيدها الله عز وجل؟ لا طبعا، اللي يطرح الشطرح ما مفتهم شنو يعني يقلل من قيمة الله سبحانه وتعالى. طبعا لدي دقيقتان جناب الدكتور. طبعا يعني هي أكثر من باختصار 6 أشهر يعني هذه القضية تحل. احنا يعني الذين لم يطلعوا على امتداد السماوات وهابل وما الى ذلك لا يعرفون بان لله دولة ضخمة جدا لله، اسميها يعني شو نسميها، مملكة الله، وبها وزير خارجية وداخلية، يعني اسمي جبريل عليه السلام وزير خارجية. رسول الأكرم ليس سكرتيرا لله، لا مو سكرتير رب العالمين. الرسول الأكرم هو مسؤول وزير رئيس وزراء في وقته، يعني مسؤول خليفة في الأرض نزل. يعني الذين يطلعون على امتداد السماوات ووجود رب العالمين سيعرفون بأنه هذا الرجل عظيم جدا، أنه أوكل له هذه المسؤولية. نعم. مسؤولية أنه إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة الله. لا، وأي خليفة؟ الخليفة هذا يختلف عن غيره. الرسول الأكرم هو عبارة عن يعني مجمل الرحمات اللي موجودة. نعم. وعبارة عن الأمان لأهل الأرض بكل وجود الرسول الأكرم بهذه الصورة، مجرد وجوده وتنظيم حضارات وتنظيم أمة وتنظيم مجتمع بمستويين، مستوى نظري اللي هو كتاب ونص وإن كان فيه بعض الشيء، ومستوى آخر اللي هو تطبيق وإدارة الحضارات بهذه الصورة، ولديه مشروع مستقبل أيضا، يدل على أنه الابتكار والاجتهاد والتطبيق العملي والتطبيق الوجداني كان من أرقى المستويات على مر الإنسانية، ولا يوجد أفضل منها. ولذلك هو أخذ هذه المرتبة، مرتبة حبيب الله ما تجي عبثي. أحسن جناب الدكتور. دكتور رحيم السعدي الباحث والأكاديمي، شكرا جزيلا لك. أوصل هذا الشكر لجناب الدكتور أحمد صابر، شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم. وكذلك الشكر لكل الأخوة الذين يعني القائمين على هذه الحلقة. وأحبة المشاهدين، يعني أختم معكم بما بدأت به من حديث للإمام علي عليه السلام حينما يشير إلى علينا أن نشكر نعمة وجود النبي محمد صلى الله عليه وآله بقوله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مكفرا لا يشكر معروفه. علينا أن نقلب هذه ولا نكون مصداقا لهذا الحديث بشكرنا لرسول الله في سلوكنا، في تفكيرنا، في عملنا، في أن نكون مصداقا للسلوك القويم، مصداقا للرحمة المحمدية، مصداقا لما أراده النبي محمد صلى الله عليه وآله، وعندها نكون متأسين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.